نجحت دولة الكويت في إطلاق أول تجربة لطلبتها إلى الفضاء في سابقة علمية كويتية تؤكد على اهتمامها بالنشء والطلبة. طبعا هذا الإنجاز العلمي هو أكيد ثمرة تعاون بين المركز العلمي ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيمكن لا محالة من إطلاق الخطوة الأولى لدخول دولة الكويت في قطاع الفضاء أسوة بالدول المتقدمة. المزيد في هذا التقرير نتابع. نجحت الكويت يوم أمس في رفع اسمها بالمحافل العلمية العالمية بإرسالها أول تجربة علمية لطلبتها إلى محطة الفضاء الدولية. النجاح جاء ثمرة فكرة بهدف رسم الطريق أمام طلبة الكويت نحو ميدان العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، إضافة إلى تبني المواهب الطلابية عبر المسابقة التي نظمها المركز العلمي. وفاز بها الطالبان عمر قمرية وملك عبد الله. التحضيرات الأولية للتجربة استمرت قبل إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية عاما كاملا بدعم فني ولوجستي من شركة الفضاء المداري وجامعة الكويت، التي شاركت المركز العلمي في هذه المبادرة وهيئت للطلاب جميع السبل لنجاح التجربة. وحملت تجربة الصاروخ فالكون 9 الذي تم إطلاقه يوم الأحد الماضي والمصمم من قبل شركة سبيس أكس من مركز كينيدي للفضاء في الولايات المتحدة لتسليمها إلى رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية للقيام بتنفيذها في الفضاء نيابة عن الطلبة. وتهدف تجربة الطلبة إلى قياس تأثير الجاذبية الصغرى على نمو بكتيريا إيكولاي واستهلاكها لثاني أكسيد الكربون، وذلك بالتعاون مع شركة الفضاء المداري التي تتيح الوصول إلى الفضاء عبر تقنية الكيوبسات. واحتفل المركز العلمي بهذا الإنجاز عبر إقامة فعالية خاصة لعرض لحظة انطلاق الصاروخ حامل التجربة، والتي تعد حدثا تاريخيا يعزز من مكانة الكويت ويضعها على خريطة الفضاء العالمية. الكويت وبكل فخر تعتز بطلبتها الذين شاركوا بهذا الإنجاز الذي شارك في إطلاق أول حمولة علمية إلى محطة الفضاء الدولية. فهؤلاء لم يصنعوا التاريخ فحسب، بل أظهروا مثابرة مذهلة وقدرة على التكيف والإصرار، واستطاعوا إنهاء التجربة في الموعد المحدد للإطلاق رغم تحديات الجائحة. شفنا معكم هذه الصور لهؤلاء الطلبة اللي ما شاء الله يعني قاعدين نشوف خلاصهم في هذه التجربة وتنفيذ هذه التجربة ومدى رغبتهم بتحقيق حلم واضح أنه على وشك أن يتحقق. راح نتكلم أكثر حول تجربة دولة الكويت التاريخية وانطلاقها إلى الفضاء مع الدكتور بسام الفيلي عضو مجلس إدارة المركز العلمي. صباح الخير دكتور بسام، وأهلا وسهلا فيك في برنامج العالم هذا الصباح. صباح عليكم أخت مها وأخ منصور وعلى جميع المشاهدين، بالخير والصحة والسلامة، وشاكر لكم الاستضافة وشرفني أن نوضح بعض الأمور بخصوص تجربة الكويت للفضاء. يعطيكم ألف عافية. والشباب بصراحة نوجه لهم تحية كبيرة. الفكرة يعني أنا خلينا نكون واقعين، يعني إحنا في الكويت نجد العديد من الطاقات الشبابية الفذة والذكية والمبدعة والمخترعة، تجد صعوبة في إيجاد من يحتويها. المركز العلمي هذه ممكن ميزته في وجوده في الكويت، ظهور الفكرة، التفاتكم لها، احتوائكم لهذه الفكرة لحد خطوة تنفيذ تواصلكم مع ناسا وإن شاء الله تنفيذ هذه الخطوة، ممكن نكلمها ونوضحها للسادة المشاهدين؟ أكيد. طبعا من أهم مهام المركز العلمي تشجيع الشباب على الدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا، نشر الثقافة العلمية، توعية الناس على أهمية البحث العلمي ومدى تطبيقاته اللي ممكن نستفيد منها كشعب أو حتى على مستوى العالم. فإحنا طبعا هدفنا التشجيع أكثر، فارتئينا أن شلون إحنا ممكن نجذب الطلبة، لأن إحنا نؤمن إيمان كامل أن عندنا شباب طموح وعندهم الطاقات اللي ممكن ينجزون إنجازات كبيرة، بس هو اللي ناقص إتاحة الفرصة لهم. فسويناها كمسابقة على مستوى الكويت لكل مدارس الكويت، سواء مدارس الحكومية أو مدارس القطاع الخاص وحتى على مستوى الجامعات، بحيث أن دعيناهم لتقديم أفكار علمية
لتجربة ممكن أن نرسلها للفضاء. فالفكرة أن شلون إحنا نجذب انتباههم، قلنا لهم راح نقدم لكم شيء مميز وتاريخي، أن راح نعطيكم الفرصة أن أنتم تدخلون تاريخ الكويت كأول فريق يصمم وينفذ تجربة علمية يتم إرسالها للفضاء. فطبعا احنا ودنا نعطي المجال لكل الطلبة في الكويت، ولكن الموارد محدودة ولازم نختار، يعني لان في عندنا بس تجربة واحدة حاليا ممكن نبعثها. فسويناها كمسابقة ونظمنا لجنة تحكيم من خبراء من جامعة الكويت ومن وزارة الصحة لاختيار أنسب تجربة. طبعا فتحنا المجال يا الطلبة وقدموا أفكارهم. طبعا هذا هم جزء من يعني الفعالية، أن احنا نبي نعلم الطلبة شلون يدافعون عن أفكارهم، شلون يرتبون أفكارهم ويقنعون يعني لجنة التحكيم أن فكرتهم هي أنسب فكرة، لأن هذا جزء من البحث العلمي، أنه لازم أنت شلون ترتب أفكارك وتقدمها بطريقة أنها تقدر تقنع المستفيد أن هذه فكرة مفيدة. فطبعا لجنة التحكيم اختارت أنسب فكرة، احنا كان مثل ما قلنا ودنا أكثر عد بس، ولكن لازم نختار أكيد كونها مسابقة يعني في اختيار بالأخير. نعم، فكان في معايير معينة وعلى حسب المعايير تم اختيار أنسب تجربة. طبعا هذه كانت المرحلة الأولى، لأن بعدين هم عشان تروح للفضاء لازم تستجيز أو تجاوز بعض الأمور أو الاشتراطات اللي وكالة فضاء أمريكية ناسا تشترطها لضمان سلامة رواد الفضاء، لأن مو أي شيء نقدر ندزل للفضاء، لأن أهم شيء سلامة رواد الفضاء وما أنا بنخاطر بسلامتهم. فهم يدرسون الموضوع ويتأكدون أن الموضوع سليم، وطبعا وافقوا على التجربة الحمد لله. وحتى يعني انشروها على موقع وكالة فضاء أمريكية ناسا باسم كويت إكسبيرمنت، فتجربة الكويت الحين حاليا موجودة على موقع ناسا. جميل دكتور بسام، نبي نوضحها أكثر ونختصرها لمشاهدنا الكريم وللشعب الكويتي وأيضا المقيم، يعني هذا الحدث التاريخي المهم اللي كلنا أكيد نفتخر فيه اللي قاموا فيه يعني عيالنا وأبنائنا الطلبة من خلال مسابقة، عملوا تجربة علمية نجحت التجربة، تبناها مركز العلمي وايضا مؤسسة التقدم العلمي الكويت التقدم العلمي، تم ارسالها الى وكالة الفضاء الامريكية ناسا، حددوا موعد اللي هو كان قبل امس يوم الاحد تقريبا، قالوا ان تم اطلاق صاروخ اللي هو فالكون 9 خذ وحمل هذه التجربة العلمية الكويتية الى الفضاء لتسليمها الى رواد الفضاء وتجربتها وتنفيذها نيابة عن طلبة الكويت. هذه المفخرة، يعني احنا نقول التجربة هذه قد تسهم في تغير ملامح عالمنا الحالي، بس نذكر شنو هي تجربة، يعني يمكن المشاهد يقول شنو هي التجربة العلمية اللي اخذوها ناسا صح شنو ودوها الفضاء، شنو هي بالضبط؟ اي نعم هو طبعا انا هم حاب اوضح ان الموضوع هذا ما يكون من خلال شخص واحد، احنا في عندنا فريق كامل قاعد يشتغل على الموضوع هذا، ولا يعني وحتى في شركاء كثيرين داخلين في الموضوع هذا منهم جامعة الكويت. ولكن الإجابة على سؤالك بالنسبة للتجربة، في تقريبا شهر 6 اللي فات في 2019 يعني قبل سنة أكثر من سنة، العلماء عدلوا وراثيا جينات بكتيريا اللي هي بكتيريا الإيكولاي، بحيث أنه يغيرون من سلوكها، بحيث أنه من بدل لا تتغذى على غذائها الطبيعي اللي هو الجلوكوز تتغذى على ثانكسيد الكربون. فهذا يعني شيء جديد على مستوى العالم، ولا زال قيد البحث والدراسة لأن اكتشاف جديد تو الحين سووه، فلا زالوا يدرسون موضوع البكتيريا هذه. طبعا شنو تطبيقات البكتيريا هذه؟ لها تطبيقات كثيرة، منها تطوير تكنولوجيا لتنقية الهواء، لأن بدام هي تمتص أو تتغذى على ثانكسيد الكربون فإنها تمتص مباشرة من الهواء، بعدين لما تمتص تحول إلى مادة عضوية. العماد العضوية هذه أنا ممكن أستخدمها كوقود حيوي كطاقة متجددة أو كأسمدة للزراعة والمحاصيل الغذائية. جميل. فأنا يعني خلينا نقول البوتنشل أو يعني الوعد من الاكتشاف هذا إن أنا راح أطور تقنية
تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الموجوده اللي الحين قاعده تاثر علينا، وبنفس الوقت نستفيد منها، وبنفس الوقت نستفيد منها في انتاج غذاء، في انتاج طاقه. فهي تطبيقاتها على الارض وهم على الفضاء، لان المركبات الفضائيه مهوله بالرواد الفضاء، يحتاجون اجهزه لتنقيه الهواء، حتى في المستقبل اذا صار في مستعمرات على سطح القمر والسطح المريخ راح يحتاجون تقنيات لتنقية الهواء بنفس الوقت لإنتاج الطاقة أو إنتاج الغذاء. فالشيء يعني هذا يهم العالم كله، مو بس الكويت، وإحنا نتمنى هذا راح يكون خلينا نقول هدية الكويت للعالم. نتمنى ذلك. الحلو في الموضوع إن إحنا ما نتكلم، يعني طبعا أكيد إن الكويت دائما تساهم في جميع المجالات، هذه المرة نلاحظ إن الطلبة كويتيين قاعدين يشاركون في مثل هذا الحدث التاريخي اللي أكيد راح يدخل اسم الكويت في مجال الفضاء لأول مرة. بصراحة يعطيهم ألف عافية. ردود فعل الطلبة دكتور، يعني أن هذا الشعور بالاحتواء، هذا الشعور بتنفيذ هذا الحلم، شنو تحس أنه قاعد يصير فيهم معاهم؟ هل هم عايشين الواقع، حاسين فعلا أن هذا الشيء اللي حابينه قاعد يصير؟ يعني هذا الشيء راح ينطبق على الجميع من الطلبة والعديد من الطلبة اللي عندهم هذه الأحلام ويبحثون عن من يحتويها. طبعا احنا وايد سعيدين وفخورين في الطلبة، لأن يعني المرحلة أو الرحلة اللي مروا فيها رحلة طويلة، وبعدين يعني سوء حظهم صادفنا كورونا بالضبط، فهذا يعني كانت زادت صعوبات عليهم، وايد صعوبات بالنسبة، لأن صار موضوع الحظر وما كان في يعني. بس متى بدأت الفكرة خلينا نقول؟ يعني احنا بدينا بالمشروع في شهر 2، يعني بس ماكو اي على طول من بدينا صارت الشغل بدا يعني كمسابقه من شهر 6 2019، من شهر 9 بدينا شهر 10 2019 اعلنا على المسابقه، تم الاختيار في شهر 1 2020، بدينا فعليا ب يعني الاستعداد للتجربه في شهر 2، وبعدين صار عندنا الحظر. خيره دكتور. فطبعا ما وقفنا حتى الوقت قصير يعني ما شاء الله. ما وقفنا، طبعا اشتغلنا معاهم من خلال التواصل الاجتماعي، فاجتماعات كانت اسبوعيه ولكن يعني عن طريق الزوم ولا الاونلاين ميتينجز، لحد ما وصلنا مرحلة اللي سمحت لنا جامعة الكويت أن الطلبة يدخلون المختبرات. فمن وصلنا المرحلة هذه بدأ الطلبة يروحون المختبر ويشتغلون على التجارب. طبعا كان متى تقريبا هذا الشيء؟ شهر 8، على شهر 8 بدأت اتاحوا الفرصة أن يدخلون المختبرات تحت اشراف بروفيسورة علوم الاحياء في جامعة الكويت دكتورة ليلى فالي، اشرفت على تدريب الطلبة لضمان سلامة الطلبة اول شيء، لان قاعد يتعاملون مع بكتيريا ما نبيهم يعني يتأثرون فيها، بنفس الوقت سلامة التجربة من ناحية العلمية أن يقومون بكل الإجراءات بطريقة صحيحة عشان نضمن سلامة النتائج. جهزوا التجربة، بعدين شهر 11 تم إرسالها إلى هيوستن في أمريكا لناسا، وبعدين ودوها لفلوريدا لتجهيزها اللي نحطونها على الصاروخ، وتم إطلاقها يوم الأحد بالليل. أمس بالليل تم الالتحام من بين المركبة الفضائية ومحطة الفضاء الدولية ما شاء الله، فخلال الحين اليومين راح يبدون يشيلون الأغراض من المركبة يدخلونها داخل المحطة، وبعدين يبدون رواد الفضاء يشتغلون على التجارب. راح تظل التجربة مدة 35 يوم على متن المحطة، وبعدين راح يرجعونها مرة ثانية الأرض، فراح الكبسولة ترجع تدخل معها تجربة اللي هي العينة. أي نعم، تدخل الغلاف الجوي، بعدين باراشوت طبعا تطيح في البحر، وراح يأخذون الكبسولة ويشحنونها مرة ثانية للكويت، ترجع لمختبرات جامعة الكويت أساس يتم تقييم العينة ومقارنتها بالعينة اللي راحت الفضاء بالعينة اللي موجودة على الأرض في مختبرات. أحداث مهمة، وأكيد يعني نفس ما قال زميلتي مها، هذا بينعكس إيجابا على الطلبة في مشاعرهم أن حققوا إنجاز كبير، الكل يتابعه في محطة كبيرة في العالم، يعني ما هي محطة عادية، محطة الفضاء الدولية أو الأمريكية ناسا. الحين قاعد يبلشون تجربة أو خلال أيام يبلشون تجربة، هل في تواصل أثناء التجربة
معاكم كجهة كويتية في مؤسسة التقدم العلمي أو مؤسسة مركز كويتي علمي أن عملنا كذا وصورنا كذا مثلا؟ هو طبعا اعطيناهم الارشادات كامله لشلون يقومون بعمليه التجربه بالنيابه عن الطلبه، فالطلبه كتبوا كل الارشادات لرائد الفضاء اللي راح يقوم بالتجربه. طبعا رواد الفضاء هم عندهم تجارب كثيره يشتغلون عليها، فجدولهم حافل في كثير من التجارب، فاعطيناهم كل الارشادات. راح يقومون في تصوير التجربه، صور ومواد فيلميه، وراح يبعثونها لنا خلال يعني الايام القادمه، فان شاء الله راح نشوف طبعا اسم الكويت يطفح بالفضاء لما نحصل على الصور. ان شاء الله ما في شك ان يعني هذه التجربه راح تعزز مكانه الكويت على نقول خارطه الفضاء العالميه، وان شاء الله يعني تلحقها تجارب اخرى كثيره في مجال الفضاء. صح، هذا اللي نتمناه فعلا يعني الحين في المستقبل القريب ان شاء الله، دام ان الكويت لفتت الانظار اليها في يعني نقدر نقول ابداع واختراعات عيالنا، هل ممكن ان يكون في هناك خطط مستقبليه اخرى مع مثلا اذا نقدر نقول مره ثانيه مع ناسا او غيرها من المنظمات العالميه او الدوليه اللي لها نقدر نقول اثر كبير وتاثر حتى في تاريخ الكويت؟ اكيد يعني هذه خلينا نقول الخطوه الاولى في المجال هذا، ونتمنى ان نكمل الموضوع هذا على شكل سنوي، ان سنويا يتم طرح المسابقه هذه ونفتح المجال للمزيد من الطلبه ان يشاركون، وان شاء الله المره الجايه مو بس تجربه واحده، يمكن ندز 10 ولا 20 تجربه بنفس الوقت للطلبه. احنا بعد نتمنى يكون في عندنا قمر صناعي كويتي، ليش لا؟ يعني هذا شيء ما هو واضح صعب، واضح من اللي شفناه ان عيالنا قادرين انهم يسوون مثل هذه الاجهزه. اكيد يعني شبابنا عندهم كل الطاقات والطموح وما راح يقصرون، بس انه محتاجين نتيح لهم الفرصه. فأكيد يعني المجال مفتوح مع سواء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أو وكالة الفضاء الأوروبية وكالة الفضاء اليابانية، فالجميع الحين صار مجال الفضاء مو مثل قبل كان محكور على دول معينة لأغراض عسكرية. الحين الوضع تغير تماما، صار المجال مفتوح للجميع، يعني حتى الحين صاروا شركات القطاع الخاص قامت تدخل في مجال الفضاء، فلأن يشوفون في الفائدة التجارية في الموضوع يعني. فالحين المجال وايد تغير، مفتوح للجميع وسهل، وهذا يعني تجربة اليوم هذا دليل واضح أن طلبة الثانوية قدروا يدزون تجربة للفضاء، فيعني شيء هذا ماكو أسهل من كذي. نتمنى أنكم يعني دائما تسعون إلى تمكين الجيل المقبل يعني يقول من الدخول واستكشاف في هذه التجارب العلمية حتى ينشأ جيل متطور دائما ويتطلع إلى يعني آفاق مستقبل. بالأخير هي راح تطلع اكيد باسم الكويت. واحنا نؤمن ايمان كامل ان يعني اساس نمو وتطور اي بلد هو العلوم والتكنولوجيا. صحيح. فهذا اهتمامنا الاول والاخير، ويعني بالعكس نتمنى يكون في فرص اكثر في المجالات العلميه المختلفه ان شاء الله، ومنها الفضاء، وان شاء الله نشوف اكثر يعني باسم الكويت. دكتور بسام الفيلي، نطالب بشده عودتكم ان شاء الله، قلت شهر ونص ان شاء الله تاخذ التجربه. 35 يوم. طيب فريق الاعداد يتواصلون معكم وتكونون عندنا ضيوف ان شاء الله وتخبرونا عن هذه النتائج والتطورات ومدى نجاح ان شاء الله هذه العمليه. يعطيكم الف عافيه. كنت معنا دكتور بسام الفيلي، عضو مجلس إدارة المركز العلمي، وأول تجربة علمية من الكويت للفضاء كانت تجربة تاريخية تدخل في تاريخ الكويت. شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة والإيمان بطاقتهم وهذا الإنجاز العلمي الكويتي. شكرا التاريخي. لك دكتور بسام على إفراحنا بهذا الخبر الجميل اللي كل كويتي أكيد يتابعنا راح يفتخر ويفرح لهذا الخبر. نتمنى لكم إن شاء الله المزيد من التقدم والنجاح في المجالات العلمية. مشكور.